السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. صنعاء لدينا 1,000,000 مقاتل جاهزون لخوض أي معركة. وإلى التفاصيل، كشف وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي عن استعدادهم الكبير لخوض المعركة ضد أي عدوان على اليمن. جاء ذلك تزامنا مع تحركات أمريكية لتحريك أدوات التحالف السعودي الإماراتي ضد صنعاء دعما لإسرائيل. وقال الشامي في لقاء مع قناة الميادين أن لديهم تقريبا 1,000,000 مقاتل مستعدون لخوض المعركة ضد أي عدوان. وبخصوص توزيع اليمن نطاق الحصار على الملاحة الإسرائيلية إلى البحر المتوسط، أكد الشامي أن أي جهة في العالم لها ارتباط مع الكيان الصهيوني ستتأثر تجارتها وستكون هدفا لقواتنا المسلحة. وأوضح أنه لا يوجد لدينا أي مطالب خاصة فيما يتعلق بإسناد إخوتنا في فلسطين، مشيرا إلى أنه طرحت كل المغريات للشعب والقيادة في اليمن مقابل وقف الإسناد لفلسطين، لكننا لا نرى أي قيمة لهذه المغريات. وأضاف أنه لا يمكن أن نتنازل عن موقفنا وعملياتنا بشأن فلسطين حتى تحقيق النصر. كما أكد وزير الإعلام في حكومة صنعاء أنه إذا تم استبعاد قادة حماس بالخارج من أي دولة فنحن نرحب بهم ونفتح أبوابنا لكل المجاهدين في صنعاء. أشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.